أخوات من البنات يقولن: نحن خمسة من البنات وقد رزقنا الله جمالا، ولنا عم يزورنا كثيرا، ولكنه يمزح مزاحا خارجا عن الأدب بألفاظ فاحشة، فهل إذا زارنا وجب علينا مقابلته أم نمتنع عن المقابلة؟ معلوم أن المزاح الخارج عن الأدب ممنوع حتى لو كان بين الرجال بعضهم مع بعض، وكذلك النساء بعضهن مع بعض، والمزاح الذي قد يؤدي إلى فاحشة منكر، فكل وسيلة تؤدي إلى المنكر تأخذ حكمه. وعندما حرم الله الزنا حرم كل ما يؤدي إليه، فقال: ولا تقربوا الزنا، ومن أجل ذلك حرم النظر واللمس والخلوة والكلام المؤدي إلى ذلك. ومن هنا أقول لهذا العم: اتق الله، فبنات أخيك كبناتك تماما، وهل ترضى لبناتك ما تفعله مع بنات أخيك؟ وأقول لهؤلاء البنات: احترسن حتى لا يقع المكروه، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والله أعلم.